ما زالت كنوز مصر التاريخية لم تفصح عن كل أسرارها، فهناك كل يوم الجديد من الاكتشافات، ومنها منطقة سقارة التي تعتبر من أهم المناطق الأثرية في مصر، فهي تحظى بالعديد من المعابد والأهرامات والمقابر المهمة لمختلف الأسر المصرية القديمة، فهي أساس الحضارة المصرية القديمة والعاصمة السياسية لمصر، ثم أصبحت بعد ذلك العاصمة الدينية. ومنطقة آثار سقارة هي جبانة مصر القديمة، وكان يدفن فيها فراعنة منف جيلا بعد جيل. وقد اشتق اسم سقارة من اسم الإله سوكر، إله الخلق والموتى في منف. ومن أهم الآثار الموجودة مقبرة ميحو ومقبرة عنخ محور وغيرها الكثير من المقابر، وبها أيضا العديد من الأهرامات متعددة الأشكال والأنماط لم تنل من الشهرة مثل أهرامات الجيزة. ومن داخل منطقة سقارة ستكون حلقتنا اليوم، فكونوا معنا. دلوقتي احنا في موقع يسمى مجموعة الملك زوسر أو جيسر، هو مؤسس الأسرة الثالثة سنة 2780 قبل الميلاد، وهو أول بناء حجري في التاريخ. قام بمساعدة الملك في بنائه المهندس إمحوتب المشهور المعروف، ودرجة شهرته وصلت إنه هو أصبح إله للطب والهندسة في العصر المتأخر في العصر الروماني. بنى الهرم المدرج وبنى المقبرة الجنوبية، وكل مبنى منهم يمثل جزء. الهرم المدرج يمثل الشمال، والمقبرة الجنوبية تمثل الجنوب، لكن جثة الملك دفنت في الهرم المدرج، أما المقبرة الجنوبية فكانت تمثيل أو رمز للجنوب، لأنها كانت يجب أن تبنى في أبيدوس بسوهاج. استمر العمل في الهرم المدرج والمقبرة الجنوبية ترميم من حوالي 2006 وقبل ذلك حتى تم افتتاحها. المقبرة الجنوبية تتكون من جزئين، الجزء العلوي والجزء السفلي. الجزء العلوي هو عبارة عن بناء مستطيل مدخله من الغرب يؤدي إلى مدخل المقبرة من الداخل، بها سلم هابط يؤدي بنا إلى البئر الذي عمقه يصل إلى 31 متر، به غرفة الدفن تتكون من التابوت، به 16 قطعة من الجرانيت الوردي وتمثل غرفة الدفن، وممرات أخرى بها نقوش تمثل الملك وهو يحتفل بالحبسد ويرتدي الزي الرسمي التاج الأبيض الذي يمثل الملك، ونقوش أخرى تمثله هو لابس التاج الأحمر، والجدران بالداخل مزينة بقطع الفايانس الجميلة. ومن الخارج لو نظرنا هنجد أن البئر هو نفس البئر الموجود داخل الهرم المدرج، تقريبا بنفس العمق بنفس التابوت، لأن المقبرة الجنوبية تخص الملك زوسر والمقبرة اللي الهرم المدرج تخص الملك زوسر، لكن الهرم المدرج هو رمز للشمال والمقبرة الجنوبية رمز للجنوب، وهو أول بناء حجري كامل في التاريخ. قبل ذلك قبل الملك زوسر كانت الملوك تبني مقابرهم بالطوب الني واستخدام الحجر بشكل بسيط في الأعتاب الأبواب وفي بعض الغرف. أما في فترة الملك زوسر غير نظام البناء وحوله من مصطبة إلى هرم مدرج،
وده أول تحول في البناء المعماري بمساعدة المهندس إم حتن. تعالوا بنا بقى نتعرف على المقبرة الجنوبية من الداخل وما تحويه من غرفة دفن وبئر ومدخل. تم ترميم هذا البناء من 2006 حتى تم افتتاحه، شيء جميل ضخم نتباهى به. العمل تم بأيدي مصرية خالصة سواء أثريين أو مرممين. يلا بينا. وصلنا دلوقتي للجانب الغربي من المقبرة، وفي ممر هابط نصل إلى المدخل المقبرة الفعلي الحقيقي مع بعض الترميمات الحديثة لتسهل الدخول إلى المقبرة، والزائرين يقدروا ينزلوا تحت حتى الوصول إلى بئر الدفن ورؤية التابوت. تفضلوا معنا نشوف المقبرة من الداخل، شيء جميل روعة، عمل ضخم. وتم ترميم الجزء الداخلي للمقبرة بشكل جميل ورائع، ودلوقتي تفضلوا نشوف ايه اللي داخل المقبرة عشان بقت الناس تعرف ايه الجهد اللي تم بالداخل. احنا شايفين هنا كم الترميمات الضخم اللي تم العمل في داخل المدخل للمقبرة الجنوبية، وتسهيل الممر الهابط لتسهيل حركة الزيارة. كمان لو اتحركنا للأمام شوية هنبدأ نشوف السلم اللي يؤدي إلى غرفة الدفن وتابوت الدفن الخاص بالملك زوسر. اتفضلوا معنا نشوف. للبئر الذي عمقه 31 متر وطول كل قطاع حوالي 7.5 متر يؤدي إلى أسفل غرفة الدفن الملك التي تحتوي على التابوت الذي يحتوي على 16 قطعة من الجرانيت الوردي، وهي في النهاية عبارة عن غرفة دفن وتابوت رمزي. دلوقتي احنا هننزل ونشوف عن قرب حجرة الدفن وما يحتويها، وهو التابوت الذي يخص الملك زوسر، وهو زي ما قلت قبر رمزي يمثل الجنوب، لأن هذه المقبرة كان يجب على مدار ما سبق من الملوك كان يجب أن تبنى في أبيدوس بسوهاج. وهيا بنا نقترب من المكان لنتعرف عليه أكثر. وللعلم أن هذا التابوت تم ترميمه بالكامل بسبب ما تم من تدمير في سقف حجرة الدفن، فتم رفعه وترميمه ثم تجميعه مرة أخرى كما كان وأفضل. طبعا هو قبر رمزي آخر ما قيل في هذا الأمر، لكن قيلت آراء أخرى كثيرة أن هذا القبر هو لزوجته، وقيل أن هذا القبر والتابوت لحفظ أحشاء الملك، وقيل أنه لجزء من الملك بوتر وحفظ فيه. لكن الرأي الأصوب الذي وصلنا إليه أنها مقبرة رمزية تمثل الجنوب، لأن كانت مصر ذات جزئين شمال وجنوب وتوحدت على يد الملك مينا، فكان بعد ذلك أي ملك يعتلي الحكم كان يذكر الشمال والجنوب، كان يبني بناء يمثل الجنوب وبناء يمثل الشمال. فهنا الرأي الأصوب تقريبا هو أنها مقبرة رمزية، كما كان أيضا أن التجويف الذي داخل التابوت هو صغير جدا لا يحوي جثة ملك. ونرى هنا عن قرب ما تم من جهد شديد ومستمر لترميم التابوت. نجد الأجزاء، للعلم هو يتكون تقريبا من 16 قطعة ضخمة من الجرانيت الوردي، تمت على يد المرممين المصريين بأيديهم وأصبحت بهذا الشكل جميل
متماسك قوي كما كان في جميع جوانبه، تم ترميمه بشكل ممتاز. أخذ وقتا طويلا وجهدا كبيرا، لكن تم على أكمل وجه. هذا هو تابوت الملك زوسر. هذه هي غرفة دفن الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، أول ملك يغير البناء المعماري من مصطبة إلى هرم مدرج، أول مقبرة رمزية لملك. لا ننسى أن نذكر المهندس إمحوتب الذي ساعد الملك في إظهار تطوير معماري من مصطبة ملكية إلى هرم مدرج، يضاف إلى عظمة الملك في حكمه وفي ذاكرة التاريخ. My name is Yuri. I'm from Russia. We, with my partner, traveling in Egypt, in Hurghada, in Cairo, in Giza, here in Saqqara, and we found that the Saqqara place and Djoser's pyramids are probably one of the best places we've seen here. The most exciting are the museums and the tombs and the pyramids, of course. And what we really like is how clean this area is and how kind the people are. So what we'd love to see is that people, just in general, in the town, in the village, will be more will become richer and more intelligent, so they can contribute to the ancient history of Egypt and to make the modern Egypt great as well. إبانة سقارة من أهم المناطق الأثرية في مصر، حيث يوجد بها مقابر تغطي جدرانها نقوش في غاية الجمال والروعة، كما يوجد بها أهرامات ومعابد ومدافن السربيون، وقد اشتق اسمها من إله الجبانة سكر. ومؤخرا تم العثور على شواهد أثرية قد تؤدي إلى مقبرة، وذلك على يد البعثة المصرية الأثرية. ومن أبرز الاكتشافات الأثرية في المنطقة الكشف عن 59 تابوتا خشبيا ملونا داخل آبار للدفن في عام 2020، وفي نوفمبر من نفس العام تم الكشف عن أكثر من 100 تمثال خشبي ملون و40 تمثالا خشبيا للإله بتاح سوكر وعدد من التماثيل الأخرى. وفي 2021 تم الإعلان عن أن البعثة المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للأثار ومركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية توصلت إلى اكتشافات أثرية تعود إلى الدولتين القديمة والحديثة والعصور المتأخرة، وذلك بجوار هرم الملك تيتي أول ملوك الأسرة السادسة. وهي الاكتشافات التي ستعيد كتابة تاريخ هذه المنطقة، خاصة خلال الأسرتين 18 و19 من الدولة الحديثة، وهي الفترة التي عبد فيها الملك تيتي وكان الدفن يتم حول هرمه. كما تم العثور على 52 بئراً تتراوح أعماقها ما بين 10 إلى 12 متراً، داخلها أكثر من 50 تابوتاً خشبياً من عصر الدولة الحديثة. وهذه هي المرة الأولى التي يتم العثور فيها على توابيت يعود عمرها إلى نحو 3000 عام، وتتخذ هذه التوابيت هيئة آدمية، ورسم على سطحها العديد من مناظر الآلهة التي كانت تعبد خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أجزاء مختلفة من نصوص كتاب الموتى والتي تساعد المتوفى على اجتياز رحلته إلى العالم الآخر وفق المعتقدات القديمة. Yeah, so my name is Vladimir. I'm from Russia and I came here to Egypt to travel all around the country. I've been to many places and now I'm in Cairo, here in Saqqara, the most ancient pyramid here. It's a grand and it's very impressive to see it. I've been inside of it. Also, the whole structure is awesome, is amazing, is must visit place in Egypt, I think.
I firstly arrived to Hurghada, spent there one day. It was awesome. Like, Hurghada is a nice city, but it's more touristic. So we went to Luxor. Luxor is very nice. We've been to all of the temples and to the King's Valley, and it's like super, super cool place to visit also. I'm going to Alexandria next day. And like a friend of mine is meeting me there. Like, I hope he'll show me all the city, all the city sites, and yeah, I hope we'll have fun in Alexandria too. And afterwards we're going to Dahab. We are going to spend there like 4 or 5 days, lying on the beach and like drinking cocktails and having fun. Mostly I like the culture. Culture here is totally awesome. It's even indescribable. It's ancient. All the temples, on the pyramids. Also Muslim culture is grand. It's really very interesting. And sometimes I like the hospitality, because a lot of people here in Egypt are hospitable and yeah, very welcome and friendly and warm. Not all of them, unfortunately, but mostly. So I want to say hi to everyone who I love in Russia. So hey, friends and family, I love you. So hello, my name is Fedor. I came from Russia, from St. Petersburg, to New Year's holiday trip to Egypt. Me and my friend, we are visiting several cities in Egypt. Right now we are in Cairo, in Saqqara, near the pyramids, and we like them a lot. They are ancient buildings which were built like 5,000 and 4,000 years ago, which is amazing and mind-blowing, I would say. We also visited several cities like Hurghada and Luxor. We like them a lot too, like ancient Egypt temples, some mosques, Muslim churches, and some Coptic churches. Every single city is really nice to see, with the different people, different cultures. And what, from my point of view, I like the most is the original Egyptian food. We tried several dishes which I even can't to name right now because they are hard to pronounce, but we liked them a lot, and the sweets, they are awesome too. So we have several days still to spend in Egypt. I think that we are going to go to Alexandria and then to Dahab to swim in the sea, to get some rest from the intense sightseeing. So that's it. And also I would like to tell to my family and friends in Russia that Egypt is really a nice and good country to visit. I really advise you, and I would say that it's worth visiting and to be in there, to know their cities, Egyptian people, Egyptian culture. من منطقة آثار سقارة ومن داخل إحدى الاكتشافات الأثرية الجديدة كانت حلقتنا اليوم. إلى اللقاء وحلقة جديدة ومكان جديد وبرنامج دنيا السياحة.